طبعا يعني خلينا نقول ده الجانب المظلم، كان في جانب هو مصر بجد اللي تقدر تشوفها في المواقف الصعبة، وما اعتقدش ان المشاهد دي هتتنسي عند اي حد مر عليها. مشهد الناس الطيبين اللي راحوا يتبرعوا بدمهم لحد ما اعلنوا بالليل الاكتفاء من التبرع بالدم بعد ما توفرت تقريبا كل الفصائل. مشاهد تانية كتير، شفنا مشهد المطاعم اللي بدأت تقدم الأكل مجانا لأهالي المصابين اللي وصلوا من كل مكان علشان يطمنوا على أهاليهم اللي موجودين في القطر. أهل الصعيد الجدعان اللي فتحوا بيوتهم لأهالي المصابين اللي كانوا بيجهزوا لهم الأكل وشايلينهم على يعني على كفوف الراحة، ما كانوش لاقيين مكان يباتوا فيه. مشهد التاكسي اللي صاحبه قال هنقل أي حد هيتبرع بالدم مجانا. مشهد إخواتنا وأهالينا اللي كانوا بيساعدوا المصابين وبيساعدوا في انتشال جثث الضحايا. بس من أكتر